مرحبا بكم طلابنا الأعزاء إلى درس جديد مفاتيح المستقبل، الدرس الجديد في الصفحة 70. طبعا الشاعر محمد مهدي الجواهري وردت ترجمته سابقا، هو شاعر عراقي له قصيدة حييت سفحك. طبعا النص من الأدب الملتزم، التزم الأدباء العرب بقضايا الشعوب، التزم الأدب العربي في عصر النهضة بالإنسان الجديد، وصار يحثه على النهضة والثورة وتغيير واقعه المر الذي يعيش فيه تحت نير البرجوازية والإقطاعية. النير هو قيود البرجوازية والإقطاعية التي أضرت به شديد الضرر، وكان الشاعر محمد مهدي الجواهري من بين كبار الشعراء والأدباء الذين التزموا بهذا النهج قولا وعملا طبعا. وحيث يلقي الشاعر في هذه القصيدة السلام والتحية على الثائر المناضل الذي يثور في وجه المستغل، والذي يستمد من دماء السابقين السائرين على هذا الدرب نورا يهتدي في يومه ويكافح. إذن يقول الشاعر في نصه: سلام على حاقد ثائر، على لاحب من دم سائر، يخب ويعلم أن الطريق لابد مفض إلى آخر، كأن بقايا دم السابقين ماض يمهد للحاضر، كأن رميمهم أنجم تسدد من زلل العاثر، وليس على خاشع خانع مقيم على ذله صابر. سلام على جاعلين الحتوف جسرا إلى الموكب العابر، سلام على نبعة الصامدين تعاصت على معول الكاسر، وليس على غصن ناعم رشيق يميل مع الهاصر، سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهر. إذن هذه القصيدة هي قصيدة ثورية وحماسية بدرجة كبيرة. هنا الشاعر يلقي تحيته وسلامه على الثائر، ونقوم بشرح بعض المفردات طبعا في نهاية القصيدة. اللاحب هو الطريق الواضح، ويخب يسرع يمشي ويجري بسرعة، وأيضا الخانع هو الذليل، وكلمات الهاصر هو الذي يجذب الشيء. إذن الهاصر الضعيف المنثني إلى الأرض، والظافر هو المنتصر، القائد الظافر هو القائد المنتصر، ومعصميه مفردها معصم هو موضع السوار، هنا موضع هذه الساعة يسمى معصم. إذن المعصمين أو المعصمان هو موضع السوار من الساعد. أيضا نبدأ بشرح القصيدة: سلام على حاقد ثائر، على لاحب من دم سائر. هنا يلقي تحيته وسلامه على من يلقي؟ على الحاقد الثائر، على الحاقد الثائر، السائرين على درب النضال والثورة، على هؤلاء الذين ساروا على دروب المدرجة بدماء الشهداء، على لاحب من دم سائر. اللاحب هو الطريق الواضح الذي رسمه المكافحون المناضلون بدمائهم، إذن ساروا على هذا الدرب. في البيت الثاني: يخب ويعلم أن الطريق لا بد مفض إلى آخره. إذن هذا المكافح المناضل يخب يجري بسرعة ويعلم أن هذا الطريق، طريق الكفاح والثورة والنضال ضد المستبد وضد المستغل وضد البرجوازية وضد من ظلمهم وقهرهم، هو طريق لا بد أن يكون له آخر مفض أي مؤد. إذن هذا الطريق هو مؤد إلى آخر. ما هو هذا؟ نهاية هذا الطريق، طريق الكفاح والنضال، نهايته هو النصر. إذن نهاية الكفاح هو النصر. والبيت الثالث: كأن بقايا دم السابقين ماض يمهد للحاضر. إذن إن دماء السابقين المناضلين
الذين ضحوا بدمائهم هي ركيزة وماضي عريق يمهد لهذا الحاضر الذي سوف يبنيه الثوار أبناء هذا الجيل الجديد ويثور على مستبدهم ويبنوا مستقبلهم. كأن رميمهم أنجم تسدد من زلل العاثر. إذن الرميم هو العظم البالي، إذن عظام هؤلاء الأبطال المناضلين هي رميم، لكن رميم أي بالية قديمة، ولكنها كالنجوم في السماء، كالنجوم التي تتلألأ في السماء فتنير الدرب للسائرين على طريق النضال، فتسدد خطاهم وتجنبهم من السقوط والتعثر. إذن الزلل هو السقوط، والعاثر أي الذي يتعثر ويسقط. فهذه الدماء وهذه الجثامين الطاهرة هي كالأنجم في السماء، الشهداء كالأنجم في السماء تسدد من الزلل والسقوط. وليس على خاشع خانع مقيم على ذله صابري. في البيت الخامس يقول التحية ليست على الخاشع والخانع. الخاشع الخانع، الخانع هو الذليل، مقيم على ذله صابري. إذن هذا الذي يرضى بالذل والعار ويقيم على ذله، يبقى على ذله صابرا، لا يثور ولا يتكلم. وأيضا في البيت السادس سلام على جاعلين الحتوفة جسرا إلى الموكب العابر. إذن يلقي تحيته على من؟ على من جعلوا الحتوف. الحتوف هي المهالك، الموت، جسرا إلى الموكب العابر. من هو الموكب العابر؟ الموكب هو أبناء الجيل الذين سوف يحققون أبناء آمال الشهداء الذين سلفوا ومضوا، وسوف تتحقق أمنياتهم. وهذا الموكب هو جماعة من الناس، الموكب هو الجماعة من الناس التي تعبر. إذن يلقي تحيته على من جعلوا من أرواحهم جسرا يمدونه ليعبر أبناء الجيل المناضل القادم ويفوزوا بالحرية. سلام على نبعة الصامدين تعاصت على معول الكاسر. إذن التحية على من؟ نبعة الصامدين، والنبعة هي الشجرة الصلبة. إذن الشجرة الصلبة هنا يشبه الصامدين بالأشجار الصلبة. تعاصت على معول الكاسر، المعول هو الفأس، والكاسر هو القاهر المستبد الذي يحاول كسر المناضلين وثنيهم عن نضالهم. إذن السلام هو أيضا والتحية على الصامدين الشامخين كجذوع الأشجار الصلبة الذين امتنعوا أن ينكسروا لهذا الظالم والطاغي. وليس على غصن الناعم رشيق يميل مع الهاصر. إذن ليس السلام على غصن الناعم، أي ذلك المتهاون الذليل الذي يجري وراء المستبد ويخضع له، كالغصن الناعم يميل مع الرياح. إذن هذا الذي العميل أو الذي خان بلده يميل مع المستبد، رشيق يميل مع الهاصر، الهاصر هو الذي يثني. إذن هذا ضعيف ينثني بسهولة كالغصن الرطب الهش. وأيضا السلام على من في البيت التاسع؟ سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر. إذن السلام على من جعلت الأغلال والقيود في أياديهم، فهم مثقلون بهذه القيود. ويشمخ كالقائد الظافر، إذن هذا الأسير المقيد في السجون
هو شامخ كأنه قائد منتصر، لأنه مؤمن بقضيته وأن قضيته سوف تنتصر، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهري. إذن هذه القيود التي في معصميه، التي في معصميه كأنها مفاتيح حياة حرة وكريمة، هي مفاتيح المستقبل الزاهر المشرق الجميل. هذه هي قصيدتنا وشرحها كما تبين لنا. إذن نقوم ببعض التطبيقات على هذه القصيدة. فكلمة نقوم بإعراب بعض الكلمات، كلمة سلام في البيت الأول، البيت الأول إعراب. إذن كلمة سلام هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن نقوم بإعراب كلمة يخب، هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومن يخب؟ الحاقد الثائر هو الذي يخب، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن يخب فعل مضارع مرفوع، يخب فعل مضارع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ونقوم بإعراب كأن رميمهم أنجم، نعربها بشكل شفهي، كأن هو حرف مشبه بالفعل، رميمهم هو اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور، وأنجم هي خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأيضا نعرب جملة تعاصت، سلام على نبعة الصامدين تعاصت، إذن هي جملة فعلية في محل نصب حال، جملة تعاصت جملة فعلية في محل نصب حال، فعلية في محل نصب حال. ونقول أيضا باستخراج بعض المشتقات، سلام على حاقد ثائر، حاقد ثائر على وزن فاعل، إذن هما اسم فاعل، حاقد وثائر وعاثر، حاقد. إذن المشتقات هي حاقد وثائر ونهايات الأبيات، إذن كلها مشتقات على وزن فاعل، سائر وإلى آخره، هي اسم فاعل، اسم فاعل. وأيضا نستخرج بعض الجموع، نقول جمع كلمة الطريق هي الطرق، وجمع كلمات الموكب هي المواكب، والقيود مفرده قيد، إذن القيود مفرده قيد. وبالعودة إلى القصيدة مرة أخرى،
نرى أن القصيدة تتمحور وتدور على الشهادة والشهداء والتركيز على التضحيات ودور الشهادة ودم المناضلين في حث الأجيال على الثورة والنضال، وأيضا دور الشهادة في بناء مستقبل الأمة، ودور الشهادة في بناء مستقبل الأمة ونيل الحرية والكرامة. إذن الفكرة العامة هي تعظيم دور الشهادة في حياة الشعوب وتمجيد تضحيات الشهداء. هذه هي قصيدتنا لليوم، ونلتقي في درس قادم.